أستاذ سعيد ماضي، مدير إدارة الامتحانات في بنغازي. أستاذ سعيد صباح الخير، أهلا وسهلا بك. صباح الخير، تحية صباحية لكم ولكل السادة المشاهدين. أستاذ سعيد، في البداية نود أن نتعرف على آلية عمل منظومة الامتحانات. آلية عمل منظومة الامتحانات، طبعا المنظومة تم العمل بها في العام الدراسي 21-22 في مراحل الشهادات، أما في مراحل النقل فتم اتفاق مع الوزارة بالعمل بالمنظومة السابقة في العام الدراسي الماضي اللي هو 21-21. الآن العام الدراسي 21-22 تم إلغاء المنظومة السابقة والعمل بمنظومة جديدة اللي هي ما تعرف أو متعرف عليه بمنظومة الشاطي المتعاقد مع وزارة التعليم، وهي الرسمية في إجراءات المكتب، وحتى على النتائج يكون عبر منظومة الشاطئ المعتمدة من الوزارة، معتمدة من عام 2008 تقريبا. هي تعمل في السابق، كانت على حسب تعمل في السابق، ولكن نعم، لكن لما صار في 2014 و15 نحن في المنطقة الشرقية أسست منظومة أخرى وتم العمل بها إلى ما غاية أنشئت حكومة الوحدة الوطنية في العام الدراسي 21. تمام. طيب، هناك بعض الاستثناءات فيما يخص الطلبة الأجانب والعائدين، كيف يتم التعامل مع هؤلاء؟ فيما يخص الطلبة الأجانب، الشرط التسجيل بالمدارس بده يكون مستوفي الشروط، جميع الشروط موجودة، منها شهادة ميلاد الطالب، شهادة ميلاد الأب والأم، إذا تعذر يكون أجنبي ما عندهش شهادة ميلاد يجيب السفر أب والأم، ويأتي إلى مكتب الامتحانات يقدم مسنداته ويحفظ هذا الملف عندنا ويوجه برسالة إلى المدرسة المعنية. إضافته في المنظومة ستكون هذا العام عن طريق مكتب الامتحانات، عن طريق اللجنة المكلفة بإدخال الطلبة الأجانب في المنظومة. بالنسبة للطلبة العائدون نفس الموضوع، جبنا إجراءات. نحن ما يهمنا في الموضوع كله شهادة ميلاد حديثة إصدار 2022. من خلال ملاحظة المراجعين لاحظنا أن معظم المراجعين لديهم شهادة ميلاد قديمة من 2015 و2016، مما يشوبها الكثير من التزوير واللغط، خاصة أننا نحن نعاني في هذه الفترة من قصة التزوير في المستندات وضربا عن طريق شركات مختصة للأسف. يعني الطلبة دارسون بالخارج، كيف يتم إدراجهم بالمنظومة؟ نفس المنظومة سواء معمول بها في الخارج أو في الداخل. طبعا لدينا مدارس في الساحات الخارجية، مصر وتركيا وتونس ومعظم الدول الآن ما يحضرنش، لكن تبعيتها مباشرة للمركز الوطني للامتحانات بوزارة التعليم وليست البلديات تبعيتها. طيب، الفترة الماضية أستاذ سعيد، عقد السيد المدير العام للمركز الوطني للامتحانات اجتماعا بمديري إدارة الشؤون الإدارية والمالية وشؤون الامتحانات، كنت حاضر هذا الاجتماع؟ لا، مدراء إدارات المركز، لكن أنا مدير مكتب مراقبة الامتحانات مراقبة تعليم بنغازي. نحن بلديات، ما نكش معني بالاجتماع. لا، ليست معني به الاجتماع. تمام، وشنو يعني انسحاب ذلك الاجتماع على الامتحانات وسيري؟ هل من قرار جديدة يعني صدرت عن هذا الاجتماع مثلا تخص الامتحانات؟ هي اجتماعات تنسيقية ووضع آلية تنظم سير الامتحانات لتشكيل لجنة عليا مثلا في الوزارة عن طريق برئاسة رئيس مدير مركز الامتحانات وعضوية الإدارات المدعوة في الاجتماع، أيضا أعطاء تعليمات للبلديات وتشكيل لجنة في كل بلدية. مثلا الإعدادية تم تشكيل لجنة برئاسة مدير مكتب الامتحانات البلدية وعضوية مدير مكتب التعليم الأساسي والمتابعة والإعلام والتعليم الخاص. أيضا هذه اللجنة تشرع بشكل يومي وتقوم بحالة تقرير يومي نهاية كل يوم إلى السيد المراقب التعليم والسيد مدير مركز الامتحانات بوزارة التعليم. هذا هو العمل المرتبط باللجنة الفرعية اللي هي داخل البلدية. أما اللجنة العليا فهي من صميم عملها هي وضع سياسات ومتابعة التقارير اليومية التي قد ترد من البلديات، مثل ملاحظات على الامتحانات في الأسئلة من غيرها. هذا كله تتناول اللجنة العليا.
كذلك كانت هناك جولة للجنة الفنية المكلفة من المركز الوطني بالمنطقة الشرقية، هل كان لك لقاء معهم؟ اللجنة الفنية منطقة الشرقية هذا العام؟ لا لم فيش جولة صارت، لا أنت دي جولة أجرت هذا العام؟ هذا العام؟ هذا العام نعم. مستحيل مستحيل مستحيل. مركز وطني الحالات السؤال من ال ياريت تأكدين أخت وفاء ربما من اللجنة الفنية بتاع بلدية بتاع مراقبة لو في تفاصيل في السؤال اللي هو نعم. هناك جولة للجنة الفنية المكلفة من المركز الوطني بالمنطقة الشرقية، إذا كان هناك لقاء مع السيد سعيد طبعا نعم. هو نقل عن صفحة المركز عموما، لا لم يكن لهم، ربما في بلدي أخرى ربما في مثلا في بلدي أخرى في جابية في سرت في البيضة مثلا، لكن بنغازي لا لم تلاحظ. طيب نعم مش مشكلة نعم. نأتي إلى محور مهم، أول شيء نبغى نحكوا على الامتحانات بشكل عام، امتحانات الشهادة الثانوية اللي انطلقت يوم الأحد الماضي نعم. كيف تسير حتى هذه اللحظة؟ طبعا امتحانات انطلقت يوم 21 شهر 8 الأحد الماضي، عدد الطلبة المتقدمين لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية 15,130 طالب وطالبة، 10,883 علمي و 4,381 أدبي، أيضا 1,537 طالب منازل. من المعلوم أن المنازل تقييد أدبي فقط، ما فيش منازل علمي. فالإجمالي في بنغازي المستهدفين لإجراء امتحانات 15,130 طالب وطالبة، تم توزيعهم على عدد 71 لجنة، تم تشكيل لجان بالتنسيق مع إدارة التفتيش التربوي، رؤساء لجان والمراقبين هذا العام سواء في الإعدادية أو الثانوية هم من زملائنا في التفتيشين التربويين. الملاحظات الآن تسير بشكل حسن، أكيد كل عمل لها مشاكل لها خصوصية، لكن الامتحانات لها لائحة تنظم عملها ولها قانون، لها إجراءات محددة حسب كل مشكلة أو صعوبة واجهنا. ولكن ما نعانيه نحن الآن، ما نعانيه هو إصرار الطلبة على الغش للأسف يعني، وإصرار الأمور بذلك. وضح لنا الجزئية هذه، هذه فيها شيء من المفارقة يعني، أن الطالب يصر على الغش ومش بكيفة، مش بكيفة، ولكن تو نقول لك كيف يعني. تو هم يتحجب حجة أن العام دراسي مش كتابات، أنا معاهم الدراسة يوم بعد يوم، أن الأسئلة دسمة وضعت من داخل المحتوى المنهجي وكانت غير مباشرة وكانت دسمة، اللي يقولون الوقت غير كافي لإجراء امتحانات، هذه جوانب فنية يقدر يحددها أو يثبتها أو ينفيها جهة مختصة لإضاعة امتحان. ولكن نحن في كل منشوراتنا في كل طلعاتنا الإعلامية نؤكد على عدم اصطحاب الهاتف النقال، ونفاجأ بين الطالب داخل القاعة ما هاتف نقال، ما فيش تفتيش، ما فيش قبل حسب يعني يسبق دخول الطالب للقاعة. نحن أبعدنا تفتيش لماذا الشخص للطالب وراه موجود بالله حسد، يسمح للجنة تفتيش طلب شخصيا، ولكن قلنا الطلبة نبلغوهم في القاعات وعطيناهم إقرار بعدم سحاب النقال وكل موقع عليه. الآن في بنغازي جميع طلبة الشهادة الثانوية وموقعين إقرار يفيد بعدم اصطحاب النقال، وأنا اللجنة غير مسؤولة في حالة ضياع هاتف النقال. نتفاجأ إصرار الطلبة على اصطحاب هاتف النقال، والامتحانات أصبحت هنا عرضة للغش. أمس كنت في زيارة، ثلاث طلبة في الجيان، الجيب فيه نقال وجيب فيه ماي فاي، نعم بلغوا لي اللجنة، جيت اللجنة هذا خلاص ما هذا غش الدغري، هذا لأننا بلغين كمان وقعت الإقرار أو لمس. فهذا هو الإصرار اللي نحكي علينا، إصرار أولياء الأمور، ووجهنا الدعوة أولياء الأمور أنهم يمنعوا أبناهم من استحابة في نقال. الحجج أننا لما نطلع بيكلم والدي يجي يأخذني، تبين امتحاني هو مساعة كم من 9 إلى 12، والدك أو أمك تأخذ الساعة 12 يأخذك من امتحاني حتكون خارج اللجنة أنت، ليش الإصرار ذاهي؟ للأسف لغاية أمس اللي ضبطناها في الهواتف نقال امتحانات وغش قاعد فيها،
ما يطيح تحت يدينا محضر غش للطالب. إذا تكرر الإجراء نفس الطالب حيحرم الطالب العام الدراسي وفق اللائحة. وفق اللائحة. فنتمنى أول شيء النجاح لجميع من الطلبة. ونتمنى من الطلبة وولي الأمور أن يكونوا عون لنا لإجراء امتحانات. اتباع التعليمات، اتباع القوانين، بعدم اسحاب الهاتف النقال. لأن الهاتف النقال حسب المادة 30 من المادة 210 اللائحة 210 تقول الهاتف النقال يعتبر وسيلة غش. يمنع استيعاب داخل اللجنة. نتمنى أن تنتهي هذه الظاهرة في بنغازي حقيقة. هناك بعض الطلبة يشتكون بأن أسئلة وضعت من خارج المنهج يعني في هذه الامتحانات. نحن كمركز امتحانات دورنا فني تنفيذي. ما يأتينا من ملاحظات رسائل اللجان يضمن في إحالة واحدة للمركز الامتحانات، وعن طريق توصلنا مع مركز الامتحانات أكدوا لنا أن هناك لجنة فنية تدرس هذه التقارير. إذا ثبت صح ذلك فإن الطالب من حقه أن يأخذ درجة سؤال كاملة. إذا كان ثبت أن الطالب السؤال غير مقرر أو حتى طريقة السؤال غلط أو الإجابة غير موجودة من ضمن الخيارات، فهنا الطالب حق باللائحة بالقانون الطالب من حقه يأخذ درجة كاملة، وهذا معمول به العام الماضي. طيب آلية وضع الأسئلة يعني شو المغزى من وضعها بشكل غير مباشر؟ زمان احنا نقرأ بطريقة انجليزية وطريقة امريكية، الطريقة الامريكية اللي هي ما الصح والغلط والاختيارات وغيرها، والطريقة الانجليزية المعروفة العادية هذه اللي طرح السؤال يعني بشكل مباشر. يعني مانيش عارف المعنى والمغزى من طرح الاسئلة على الطلبة بشكل غير مباشر، يعني زي ما قلت انت بدري ان السؤال يوضع بشكل التفافي يعني. نعم. هل في تفسير؟ هو لو جيت لقواعد وضع الامتحان يفترض اول شيء انا قناعتي الشخصيه ان يكون معلم وليس موجه، لان اقرب للطالب المعلم. يفترض ان وزاره التعليم تطلب امتحانات المعلمين الراي الاول، المعلمين الفعليين اللي يمارسوا التدريس يوميا في المدارس، تطلب الامتحانات وليس توجيه. هذا اول شيء. الامتحان يجب ان يكون متدرج، يعني بدا يكون سهله، الوسط يكون أكثر صعوبة، وآخرة يكون صعب حتى نميز بين مستوى الطلبة في التقدير. الآن للأسف وزارة التعليم من أكثر من 4 سنين يكلموا في المفتش التربويين يحط الامتحان. هو مفتش يجي يقيم في المعلم، مش أقرب للواقع، بل أقرب للواقع هو المعلم للطالب، وأقرب للعملية التعليمية، وأقرب لسير المنهج وفهم الطلبة. فيفترض أن الامتحان يضع معلم. هذا الكلام اللي وصلني الآن أن هناك أسئلة غير مباشرة من خلال التقارير اللي جاني أنا حق طلبة المعلمين في بنغازي، ملاحظات في بعض المواد الذي طلب شكوا منها يعني، وجاني تقارير وحولت النغادي. فهم يقولوا صح أن الأسئلة كانت دسمة وكانت غير مباشرة، وحق الوقت الزمني لحل السؤال غير كافي يعني. التقارير يؤخذ به ولا غير تطيب خواطر؟ حسب ما يقال في المركز إنه في لجنة تدرس في التقارير. نعم. ولها نتائج يعني لقيت. لكن ما قلت لك إذا كان الطالب ثبت السؤال إنه هو سؤال فيه أخطاء أو غير مقرر، الطالب يأخذ درجة كاملة، حق الطالب يأخذها. طيب مادة التعبير ومادة الإنشاء سيتم إجراء الامتحانات في مدارس الطلبة وليس بمقر لجان الامتحانات، شو المعنى يعني؟ ما هو الغرض من ذلك؟ طبعا طريقة الامتحانات الطريقة الحديثة هي تضليل، يتم التصحيح عن طريق المسح الضوئي، جهاز آلة صحح، ولكن التعبير والإنشاء مقالي. فهنا لابد أن يتم تصحيح يدوي من قبل المعلم، هي يسمى فيها الطريقة التقليدية. المعلم هو من يقوم بتصحيح ورقة الإجابة، والمنظومة موجودة في كل مدرسة. لما الطالب يقوم بتصحيح الامتحان بالإمكان مشرف المنظومة أن يأخذ درجة داخلنا في المدرسة، وبالتالي نطلب هنا من مشرفي امتحانات بأسرع وقت يتم إدخال مادة التعبير، درجة التعبير سواء الأدبي أو العلمي بأسرع وقت. لهذا السبب
تم إجراء هذه الامتحانات داخل المدارس الأصلية. طيب محورنا المهم واللي تناولناه وأصبحت يعني قضية عامة هي قضية الطالبة عائشة ياسين مع 4 طلاب آخرين. وأنا سمعت أمس أن 10 من مدينة جدابية أيضا يعني على سبيل الاستشهاد بهذه الوقائع تم إبعادهم من إجراء الامتحانات لأخطاء فنية مسؤولة عنها المدرسة أو الامتحانات أو الوزارة بشكل عام وليس مسؤول عنها الطالب. يعني ليش يتحمل الطالب هذا الخطأ ويبعد عن الامتحان؟ إجراء قاسي شوية. نعم. فيما يخص موضوع 5 طلبة ومدرسة المستقبل الدائم، سدحمة طبعا أكبر بلدية في ليبيا بنغازي من حيث عدد المدارس وعدد الطلبة، أكبر بلدية في ليبيا عدد الطلبة وعدد المدارس. عندنا في التعليم الخاص 520 مدرسة، تعليم خاص 287 مدرسة عامة. تمام. كم عدد المدارس الخاصة؟ 520. 520 مدرسة. والعامة 287. تمام. آلية العمل في موضوع الشهادات، لكل مدرسة منظومة، تم صرف منظومات المدارس، آلية صرف الشاطئ الشاطئ. المدارس العامة طلب منها إجراءات. ما هي الإجراءات؟ ورقة من مدير مدرسة ومعتمدة من المراقب بترشيح مشرف منظومة، وهو من يتم تكليفه بالعمل على المنظومة، وتم إحالة الطلبات إلى مركز الامتحانات وجدت المنظومة عبر في المدرسة عند جهاز الكمبيوتر وتم تحديد المشرف المدرسة. وتم تحديد المشرف بالنسبة للمدرسة العامة. تم تحديد المشرف. كويس. الإجراءات المطلوبة تعليم خاص، إذن مزاولة وترخيص. تمام. مدارس بنغازي بالكامل عندها منظومة وجهة. تمام. نجوا المستقبل الدائم. المستقبل الدائم من المدارس التي عملت على المنظومة السابقة في الوقت اللي هو مفروض يقمع منظومة الشرط. شنو السبب؟ الله أعلم. توجيك سبب ولا سبب شنو سبب. يوم 22 من شهر 7 اللي فات. 22 اللي فات تم إبلاغنا أن عند الطلبة الصف التاسع إعدادي شهادة لم يتم إدخالها. السبب قالوا ما عندناش منظومة. بيوني إجراءاتكم، جابوا إجراءاتهم، جابوا إذن مزاول. هذه المدرسة هذه يعني. المستقبل الدائم. لا نحكي في شهادة إعدادية. كويس. ما هناك لبس في الموضوع، وهناك من يتهم جزافا مكتب امتحانات وهو بريء من هذه القصة. وأنا في أحد المداخلات طلبت بتحقيق رقابي أو قضائي في هذا الموضوع. تمام. خلينا ندرج ونتسلسل في تمام. في الشرح زي ما تم إبلاغ المركز الوطني بمذكرة مننا أن مدرسة المستقبل الدائم بهذه الإجراءات تورع عن الطلبة، يفترض أن تكون بسرعة آلية أعطاها منظومة. تم أعطاها منظومة كاملة بها جميع المراحل، بها جميع المراحل. كويس. إعدادية وثانوية. تم إدخال طلبة شهادة إعدادية عن طريق مدرسة المستقبل الدائم، ولم يسقط أحد منهم من الطلب، وادخلوا امتحانات واتمنى لهم النجاح إن شاء الله. يوم 13/8 وكل ما شوف تقرير عندي أنا سر 13/8 أبلغونا بوجود طلبة شهادة ثانوية لم تم إدخالهم. ما هو السبب؟ قالوا ما عطوش منظومة. لا عندكم منظومة. لما دخلنا على المنظومة نحن عبر حساب مكتب يقول لهم دخل طالبين. أنت دخل طالبين، ما هو سبب عدم إدخال باقي الطلبة؟ لا إجابة. تواصلت أنا شخصيا مع مدير مركز الامتحانات وقلت له عندي مذكرة من مدرسة وراه فيه الطلبة لم يتم إدخالهم منظومة ما عدا طالبين. ما عدا طالبين. ولو عندي قائمة بهم، هذه قائمة. كم عدد؟ معتمدة من مدرسة مختصة. كم عدد؟ 17 طالب. الخمسة الآن فيه مشكلة غير مذكورين بال17.
اللي تم ارسال لنا يوم 13/8 الامتحان يوم 21 اليه عمل المنظومه او اليه عمل اعطاء قام جلوس. المنظومه تقفل قبل 10 ايام من موعد الامتحان، تقفل عمليه ادخال بها. لماذا؟ باش هم يفلتوها ويرجعوها ويتم صرف ارقام جلوس للطلبه. الان الخمس 17 طالب 17 لما لاحظت المدير العام سيد سيد تم ادخالهم في طرابلس بتلفون ومذكره مني بدون اي ملفات، مش من المدرسه يعني، مش من المدرسه، لكن مسا اعطتني اسماء الطلبه الخمسه هذوما توفي مشكله من بينهم عائشه غير موجوده بهم ولا مستعد اي مكان، وهذا كتاب مدرسه. معقوله للدرجه هذه يا استاذ؟ نعم. سعيد انا يعني السؤال اللي يستوقفني يعني شن دور مراقبه التعليم في التعامل مع هذه المدارس؟ يعني انا نحط ولدي في اي مدرسه، اي مدرسه من هذه المدارس، حط ولي الامر استاذ احمد، ولي الامر انا يا سيدي ولي الامر يا سيدي، الطالب ما عندهش حد، يعني الدولة هي اللي تحمي المواطن، تحمي مواطنيها من أي عملية اختراق. نعم. هناك يعني مكتب تعليم خاص وهناك مراقبة، لكن نحن كامتحانات فني وليس رقابي. أنا حكيت لازم تشكل لجنة لمراقبة عمل المدارس أكثر مرة. لا يعني لأن أنا نحن نعم زي نعم ما نعم تقول نحن الآن نحكو في قضية مهمة. الآن خمس طلبة أبعدوا من الامتحان، امتحان شهادة الثانوية العامة، ناس تقرا وتدهك وولي امر، وانت ولي امر يا استاذ سعيد يشيل ويجيب، وانت عايش القصه يعني، انت قريب من الطلبه وعارف معاناتهم ومعاناه ولي الامر وغيره. مش معقوله بهذه البساطه، لا مبالاه ولا مبالاه، يتم استبعاد الطلبه. استاذ احمد بايش الاجراء اللي بيصير توا؟ خلاص الطلبه الطلبه خلاص نحولوهم الامتحانات ومش من حقهم وغيره، يتحملوا النتائج هم. شنو الامتحان اللي بدير المراقبة؟ شنو الأسف الإجراء اللي بدير المراقبة؟ شنو الإجراء اللي بدير الوزارة؟ أنا مسلسل في حديثي. تمام. يوم الخميس تم إبلاغي بوجود خمس طلبة لم يتم إدخالهم. قلت لهم أنا خلاص نهاية الأسبوع جن قام جلوس جني من طرابلس، امتحانات جن حطيناه في المقر الرئيسي وفي علين حماية. كيف نقول لهم في خمسة ما تدخلوش؟ يا مس أنت رسلتيني بعد طالب المفروض دخلتهم في شهر ثلاثة، انت يوم 13/8 بلغتني ودخلت لك يا ضمنا. تمام. ارقام الجلوس وصل الخميس. وصل نعم الخميس وصل للربحه. للربحه للربحه. لما شقم جلوس هم باهت ما لقوش الطلبه بلغوني. ماش في ماش ما نقدرش. المهم هم امس قالوا من 10 ايام وصلا تقريبا، يعني مش الاربعه قبل الامتحان نزل على المدارس من 10 ايام، ولكن رقم الجلوس اللي سموا فيه بطاقة تحقيق الهوية اللي فيها صورة الطالب جن يوم مع الصناديق يوم الأربعاء يوم الأربعاء. تمام. عموما خميس جمعة السبت بلغت إدارتك في مادة 7/3 يوم الأحد أول يوم امتحانات بدو جينا للأمور ما يعني شيء يدني قلب. ما الذي حطنا في الصورة؟ طالبة اسمها عائشة جتني هي ووالدتها والبنت تبكي وانا نقرا يا استاذ وانا مستوى تراكها من متفوق البنت من ضمن الخمسة هذوما اللي ما لم تقوم بإرسالي بأسمائهم لغير موجودين هنا. اتصلت بالمدرسة دورت رقم اتصلت بها وقلت لهم جيبوا مذكرة عاجلة بحيث نحن نستدركوا الأمر ندرس ادراك الموضوع الساعة 7 الصبح لغاية الساعة 2 وكلم بهم باهي 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 ينجوني الساعة 2 وجو وكانهم هم مظلومين مش احنا السبب سبب من ملا انت وصلتني بقائمة دخلت منك في وقت الضايع الخمسة مش فيه مظلومة نحن توا مناش في باب المساءلة انا توا اني بنعالج موضوع تربوي اعطيني مذكرة متاعك اعطيني مذكرة متاعك اعطاني مذكرة انه مسقط سهم ولا مش عارف ايش وكذا الخمسة هذوما درت مذكرة من عندنا جوني اثنين من الأمور تم دولي طلبات دولي طلبات بعد المغرب كملت إجراءاتي وحولت المراسلة متكاملة مذكرة المدرسة وطلبات من الأمور اثنين جوني بس توصل معايا ومذكرة مكتب امتحانات بنغازي اللي أنا أسستها وحولناها مركز امتحانات وصلت بسيد سعيد مدير مركز قال لي سيد سعيد
المسألة ليش مسقية مسألة هي مش كلموك على 17 دخلت نعم عن طريق طرابلس قلت له قالوا كيف توضع ماشي مسقية مسألة هي قلت له أستاذ سيد أرجوك موضوع ألف جيب تربوي أنا شفت الواقع شفت الطلبة يعني في على الأقل طالبين يقروا صح أو ثلاثة جوني يقروا اهتمام اليومورهم يدلنا العين يقرأ بعد نقاش مع الأستاذ سيد الهاتف قال لو أنت تتحقق من سلامة إجراءاتهم حندخلهم الدور الثاني قلت له عطيني يومين لأن تحقق من إجراءاتهم السهلة تحقق من ملفاتهم تصوص دراستهم مو حق الطالب سلاح مدينة قشتة إعدادي ثانوي لابد من تصوص دراسي شنو تصوص دراسي نجاح ثلاثة إعدادي أولى ثانوي ثانية ثانوي ودرجات فترتين درجات فترتين أنا نسيت حاجة 17 الأولين في طالب في السجن مسجون كيف قال هذا زيد اخر على جريمة اخرى هذه تفاجأت يوم الخميس اتصل بيها اللواء صلاح مغربي قال لي عندي طالب راهو مسجون اللي جراته اللي جراته لو انه احمد شعب من السولي مسجون تمام خليه بروح القصة هذه الخمسة هذوما جيبونا ملفاتهم جيبونا ملفاتهم جابوا ملفاتهم او الامس وإذ بها نواقص غير متكامله الاجراءات احد طلبه باقي اللي عدا صف الثالث العام الاول العام الماضي جايب حطوه في ثالث ثانوي العام الاول مش ناجح نصب مفيش داعي نقول اسمه من لا 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 مفيش داعي نقول اسمه من نحكوا على واقع بس صار بالمنسى اللي هو نصب عنده يا منسى سين الطلب عندك كم قالوا عندنا ملف عندي راهو وقاعد في مستقبل الدايم قالوا ملف عندنا تمام ملف عندي دم انتوا راكم حاطينه في منظومه معيد في ثاني ثانوي وعند درجات وجو تمام يعني طالب عندك انت في الوقت اللي المستقبل الدايم يقولون عندنا يقرا عنده ملف عندهم لجأنا للوثائق امس في الليل اللي عندنا في المكتب قسم الوثائق في المكتب تاعنا وجدناه في نتائج العام الماضي ان الطالب راسب لم يجتاز في ثاني ثانوي مستقبل الدايم في بنجح باش تقروا ثالث ثانوي يشترك في ثالث ثانوي عموما الآن خلال نص ساعة سيتم مراجعة الخمس ملفات الآن واحد من الطلبة أصبح راسب لم يجتاز الصف الثاني ثانوي سيتم إرسال إجراءات أربع طلبة لسيادة السيد مدير عام مركز امتحانات وحسب اتفاق ما حيدخل امتحانات الدور الثاني إن شاء الله هذه أنا وصلت لها سيادة السيد يوم لحد مساء في الليل بعد التأكد من الملفات يعني. ما حد يأخذ نورة ولا حد يأخذ جميل على الموضوع هذا جميل الله بصراحة نشكر سيد السيد على تعاون معنا إن لما قال لي مسألة مربقهم ما عادش عندي في مصداقية وهضم فلوس وهضم كذا قلت لا أنا أتحمل مسؤولية قال إذا أنت تحقق من إجراءاتهم أنا معك حندخل من الدور الثاني إن شاء الله بإذن الله الدور الثاني يخشوا ما لو يكون مجد الموضوع هذا نهاية مشوار خمس طلبة أمس سمعت نام مداخلة السيد الوزير في الصباح معه كمان وقال إن المدرسة هي مذنبة ونجينا شيء مكتب امتحانات نرجع فيه مرسلونا مكتب امتحانات يرجع في مدرسة تصور اليوم في الصباح توه قبل ما يجيك أنا اللي عطني على برنامج درجات فترتين توقف جني إهمال غير عادي مدرسة درجات فترتين خمس طلبة توقف جني الخمس طلبة اللي فيهم طلب باقي اللي قاعد جابوا درجاتهم قاعد نسأل الله السلامة إن شاء الله الجميل إن شاء الله إن شاء الله ولكن يعني هذه القصة وهذه الحادثة يا أستاذ سعيد يعني تخلينا أن نفكر يعني بالنسبة للتعليم الخاص وطبيعة عمل هذه المدارس مش تحتاج إلى تفتيش إلى توجيه المراقبة هي المسؤولة المراقبة هي المسؤولة شوف إذا عمل هو قبل ثورة فبراير كان شكل في لجنة مشتركة بين المتابعة والامتحانات والتعليم الخاص للمرور على هذه المدارس والتأكد من سد إجراءاتها والتأكد من الطلب يقروا موجودين في دراسة الطلبة سيد أحمد مدرسة دورين حوش فيلا دورين فيها 800 طالب أنا سيد مسهل تعال جاني سيد عيسى قلت معلش أنا مش دوري أنا مش رقاب لكن بقول لك نصيحة وجه الله أنت فيلا دورين 800 طالب لو قريت صبح وعشية وليل وفجر مش حيقول كله
فلوسية الإعدادية الدور الأول الماضي يوم 23/7 جيت اللجنة قلت ولي أمور أيام مسة قلت لي أمهاتي ممنوع الدخول مقر اللجنة اليوم باهي لكم بكرة بدأ سبكر مع الشجل بنات كانت تأخذهم بكرة جيون 19 يقولون طلعت لكن رغم ممنوع تواجد اليوم داخل اللجنة. جتني واحدة قالت هنا مسكن بعيد وانا نجيب في بنتي وبنتي منازل قلت لهم تعالين كيف منازل اللجنة كلها نظام ما فيش منازل بنتك شو اسمها قالت والله اسمها نجوى مش عارف ما صرت بالمنظومة شوفي لي نجوى كذا كذا رقم شوزة كذا كذا قلت نظامي في مسف زين جيت لهم يا حاجة يا امي بلي عليك انت منازل كيف منازل قلت عارف مسف فلوس قلت ما يجي إلا في امتحان قلت بدك نظامي لو تبي منازل جيت لي هنا في المكتب نقريك مجاني بدون قرش واحد ظرفك ما يسمحش تكوني نظامي بسبب النواغذرات بسبب المالية غلاء الحياة أنا ندخلك مجاني من غير مقابل المنازل السنة في بنغازي في ليبيا بالكامل مجانا شوف الإشرام وين وصل تفاجأت بوالدة أخرى استاد حتى الناس الموضوع حتى ربتي منازل منازل كيف يا أمي قلت والله ما نجيب مسيبات والله رب حاك لبلا ما تضرهاش أنا وجيره مش لقابل أنا نقل في ملاحظات الجهات مختصة وهم أحرار أسأل أحمد. طيب إذا كان لديك كلمة أخيرة أستاذ سعيد أولا شكرا لإذاعتك الموقرة لإستضافة ومتابعة مستمرة لسير العملية التعليمية. الكلمة الأخيرة أن العملية التعليمية تهم كل فئة المجتمع كل بيت ولو نحن نجاح عملنا من نجاح الأسرة نحن لو الطالب يجينا في عمر 6 سنوات تلميذ يتعلم متعلم القراءة والنطق والقراءة والصفات الصدق الكذب المغيرة هذين يعني بنقول لك أن المسألة الأولى هي الحوش البيت هو المسألة الأولى يجب أن نتقي له في أبنائنا هذا هو الشيء ونختار لهم ونتبعهم في مدارس السم مدرسة مدارس كما فيه يقول لما نديروا دعوة لاجتماع والأمور يجونا 4-5 والأمور يجوش رأوا نحن عايشين في دينا سبع أولادنا إذا كان بالدولة يجب نحن نكون صادقين في عملنا تجاه أبنائنا يجب أن يكون نحن تضامنين ونجي نواصل مع المدرسة ونتواصل مع التعليم مكتب تاعي مفتوح لأي حد يجي يخش عليه أي مشروع تفضل لكن يجب أن نتحرى في المدرسة الصحيحة باش نحط فيها ولدي ونتابع المدرسة أما الطالب حاطه في مدرسة ونجي وقت الامتحان يقول لهم جيش جلوس بين توين العام دراسة كاملة يقول الأمر والأمر اللي توى اللي تراح اليوم أن ابنه راسب ثانية ثانوي شو تقول عليه هذا متعمد تزوير فنتمنى أن نحن جسم واحد ورغم العملية التعليمية تهم كل المؤسسة المجتمع ورغم نحن نجاحنا من جاكم أنتو وهدفنا المجتمع وراو نحيي كل العاملين في الامتحانات حاليا انا في اجتماع بيه مكتمتهم قديم مرحلة جهات حيحطوا فيكم اللي مش شوركم انتم اللي مش حيحطوا فيكم الناس الفيس مفتوح ويتبلعوا عليكم الناس ويكتبوا لكن عمل الله خالص ان شاء الله عملكم الله خالص فانتم في مرحلة جهات اصبروا وان شاء الله صبركم يكون خير نحن هدفنا قضاء غش حتى تكون نتائج حقيقية ملموسة ما ينجح لا ينجح إلا من يسحق النجاح في الختام أتمنى نجاح التفوق لكبناء الطلبة جميعا وأشكر كل الجهات المتعاونة معنا مديرية الأمن وزارة الصحة كل الجهات اللي تعاونت معنا مراقب التعليم مركز امتحانات حقيقة تميزنا هذا العام بانسيابية وإجراءات سهلة ما كانش في تعب بالنسبة لمركز امتحانات سواء كان ضيق التظريف أو الوصول أسئلة يعني تصور أسئلة الأسبوع هذا الماضي اليوم عجن 19 يأخذون يعدوا على البر فصيح هو على ذكر يعني قبل ما تغدرنا أستاذ سعيد على ذكر هذه الأخطاء التي تحدث حتى أنا سمعت أن أرقام جلوس تصرف لطلبة مثلا في القسم العلمي وهم من الأدبي والعكس يعني أنت طالب في العلمي صحيح. نصرف لك صحيح. نصرف لك رقم جلوس صحيح. خاص بالأدبي أو بالأدبي نعطيك رقم جلوس خاص بالعلمي وصارت اللخبطة هذه حدثت وتهمة يرموها إلى المركز وزارة الامتحانات ده
مسؤول من عن هذه الحالة؟ من يتم ما المسؤول إدخال الطلبة في المنظومة المدرسة؟ أخطاء مش هذه بس، أخطاء في تخصص، أخطاء في الاسم سعيد محمد علي، فإنه هو سعيد إبراهيم عثمان، نسأل الله السلامة. للأسف كل مشاكل تأتي مدرسة خاص مش العام. 520 مدرسة أنت تحكي عليها، هذا أو والله نقولها حتى في بكين ما في، يعني جل الأخطاء في الأسماء أو في القام الجلوس الأدب العلمي راه خاصة مش عامة، لأن يحطوا في ناس غير مسؤولة وغير ملمة بالعمل المدرسي. مسؤول عنها التعليم الخاص والمراقبة. نعم. هذه طيب. وكرس أحمد ما يخص الخمسة هذوما واللبس اللي بقضية الرأي العام، أنا أؤكد أن إحنا نتمنى أن يدخل القضاء في موضوعها حتى يعاقب من كان هو السبب. أتمنى وأنا القوام سكلمتهم تعالوا حقوا معي، فتفاجأت بينهم مع الناس البويين وقلنا تونا بنعجل موضوع، أتمنى الموضوع معالجة ووصل فيه الحل مع المدير العام يعني، ولكن تعالوا عقبوا الجهة المسؤولة على المال. تمام. هو تم إرسال الملفات زي ما قلت الأربع ملفات للأستاذ السيد في طرابلس للتأكد الأخير من منها، وبعدها إن شاء الله تعطى لهم الفرصة. هنضع الأمر أمام الأستاذ السيد مدير المركز، واضح طلع الصورة قدامه بما يرضي الله، وهو حسب اتفاق معها لجلة سليمة حيدخل إن شاء الله. ما بعد واحد منهم اللي بقي لي هذا السنة الماضية. أمتى يرد عليك؟ ما قال لك شو؟ لا هو رد علي اليوم. لا اليوم لا، بعد يوم يرد علي، ممكن الجمعة السبت. الجمعة والسبت. طبعا إحنا عقيد طويلة بس ساعة. كويس كويس. ياريت على الأقل من باب الإنصاف يعني الواحد بشرته تكتبوه حتى على صفحة المراقبة وصفحتكم على الفيسبوك، إذا تم إن شاء الله إعطائهم هذه الفرصة لإجراء امتحانات. حتكون أول ما تأخذ الخبر وحنحط صفحة القطاع إن شاء الله. الله يبارك فيك. طيب سؤال آخر معلش، نحن عطلنا بالنسبة للنتائج الشهادة الإعدادية، شيء جديد؟ يقال أنه 1/9 1/9 يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله. إن شاء الله ما في شك يا هي طرطيش كلام تسريبات. لا ما هي تصحيح آلي. آلية التصحيح أو لنتائج الشهادات. أولا بيخش لمجال الأسئلة لمركز البيانات بتبع الفرس. سلامة إجراءات ويحطون في مكيف إذا كان في رطوبة في برقة فيها مانع في دبوس في كذا يتم يسمو فيها عمل فرز ذي. ومن ثم إدخالهم إلى تصحيح عبر المسح الضوئي. ينتهي التصحيح ممكن تأخذ 5 أيام على مستوى ليبيا. المرحلة اللي تليها هي دمج درجات الأعمال النهائية بفترات. آخر مرحلة اعتماد النتائج من السيد الوزير ومن ثم إطلاقها عبر منظومة امتحانات. فتوقع إن شاء الله نقول 1/9 ممكن إن شاء الله. طيب شكرا جزيلا لك الأستاذ سعيد ماضي مدير إدارة الامتحانات في مراقبة التعليم بنغازي على حضورك. شكرا. شكرا. الله يسلمك. مع السلامة.